أخرج الطبراني والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع للرجل بين المقام والركن، كما جاء في الحديث السابق عندما يخرج من المدينة المهدي رضي الله عنه إلى مكة، يبايعه ناس من أهل أو أناس من أهل مكة أو قوم من أهل مكة وهو كاره. قال: عدة أهل 313 رجلا يبايعونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيه ثم يأتيه عصائب أهل العراق الذين يعني يضعون على رؤوسهم العمائم، وأبدال أهل الشام الصالحون. وهذا الحديث يعني سبق شرحه في الأحاديث السابقة، أنه يأتي عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام بعدما يبعث السفياني جيشه إلى المهدي، فيخسف الله سبحانه وتعالى بهم بين مكة والمدينة. فعند ذلك يعني يظهر هذه العلامة، تكون مؤكدة للناس أن هذا هو المهدي، فيأتيه عصائب أهل الشام وأبدال عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام. وطبعا في الرواية السابقة كان هناك قلب أنه يأتيه أبدال الشام وعصائب أهل العراق، ويعني القلب معروف في الأحاديث بين الرواة، في بعض الأحيان لا يؤثر، في بعض الأحيان يؤثر، هنا إن شاء الله لا يؤثر.